علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء كلمة مركزة أحاول فيها أن
يعني أعطيكم فكرة عن كليتي الهندسة وكلية الإمارة والتصميم. السادة العمداء، السادة الحضور، الزملاء الأساتذة، الضيوف الكرام، أرحب بالجميع وأشكركم على حضوركم بفعالية هذا اليوم العلمي للجامعة والمخصص لكليتي الإمارة والتصميم والهندسة، والذي سيتضمن عددا من المحاضرات الهامة في مواضيع مختلفة، قسم منها يتعلق بمفهوم الاستدامة، والقسم الآخر يتعلق بمجالات معينة من اختصاصات اللي تطرحها الكليتين. وأنا أدعو الجميع للحضور لهذه المحاضرات بعد افتتاح المعرض اللي راح إن شاء الله يجري بعد حوالي نص ساعة. بالنسبة لكلية الهندسة، أنا طبعاً أود أن أسجل اعتذار الدكتورة لينا شبيب بالحضور، لأنه هي مشغولة في مؤتمر خارج المملكة، يعني أنا لست مؤهلاً بالحقيقة أن أذكر تفاصيل كثيرة عن كلية الهندسة، بس سأحاول أن أذكر بعض الإحصائيات والأرقام اللي تعطينا مؤشر يعني مركز. بالحقيقة كلية الهندسة هي أقدم من كلية العمارة بكثير. تأسست كلية الهندسة عام 1991، والآن فيها أكثر من 1100 طالب مسجل في اختصاصات يبلغ عددها خمسة، وهي الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية وهندسة الاتصالات وهندسة والهندسة الإلكترونية، وأيضا فيها برنامجي ماجستير، أحدهما في أعتقد في النقل الذكي، والبرنامج الآخر في الهندسة الاتصالات. ويعني وبذلك تعتبر هي واحدة من أقدم الكليات في الجامعة ومن أهمها. أما بالنسبة لكلية العمارة والتصميم، في الحقيقة البداية كانت هي في عام 2000، لم تكن تسمى بكلية العمارة والتصميم، كانت فتح تخصصان اللي هم التصميم الداخلي والتصميم الجرافيكي عام 2000، وكانت ضمن كلية الآداب والفنون، وأنا كنت بالحقيقة أول عميد أسس هذه الكلية، وفتحنا واختصاص الجرافيك كان يعتبر أول اختصاص يفتح في المملكة حين ذاك. ولكن الكلية نفسها تأسست عام يعني 2008-2009، في البداية كانت ضمن كلية الهندسة ولكنها انفصلت، ويعني أصبحت كلية مستقلة بحد ذاتها، تحتوي على أربع تخصصات حاليا، اللي هو التخصص الأقدم تصميم داخلي، ثم التصميم الجرافيكي، بعد ذلك هندسة العمارة، ثم الآخر تخصص كان هو التصميم المسرحي والسينمائي والتلفزيوني. وهذا التخصص الأخير يعتبر التخصص الوحيد المطروح في المملكة من أي جامعة خاصة. أعداد الطلبة حاليا تقريبا يعني يقترب من 800 طالب، ولكن نحن نسعى طبعا إلى زيادة هذا العدد إلى حوالي 1500 بحدود الخمس سنوات القادمة. وأيضا عندنا فكرة لطرح برنامج جديد اسمه المالتي ميديا، اللي هو أيضا يعني يعتبر واحد من أهم التخصصات الجديدة اللي يعني يهتم بها السوق، سوق العمل. وأيضا عندنا يعني فكرة لطرح برنامج ماجستير في تخصصي العمارة والتصميم الداخلي. بالحقيقة اللي يجمع كل أقسامنا بغض النظر عن الاختلاف في التسميات هو ما نسميه بالتصميم، وباللغة الإنجليزية طبعا اسمه ديزاين. فإحنا يعني الهدف الأساسي هو كليتنا إحنا نخرج يعني مؤهلين في هذا التخصص اللي اسمه ديزاين، يعني إحنا نخرج مصممين. وعملية التصميم بحد ذاتها هي عملية معقدة جدا، واللي يميز كليتنا عن بقية الكليات إنه هذا التخصص اللي هو التصميم
يجمع بين حقلين قد يبدو للبعض انهم متناقضين، ولكنهما ليس يعني متناقضين، وهما العلوم، العلوم مع التكنولوجيا والفنون. فهل يعني باستطاعه الخريج ان يجمع بين المهارات التقنيه والعلميه، وايضا يكون يعني له قدرات فنيه وابداعيه؟ هذا هو الهدف الاساسي لكليتنا. يعني هي تتطلب اللي تتطلب هي مهارات بامكانيات تقنيه، والان جميع التخصصات تعتمد يعني بشكل كبير على البرامج الحاسوبيه، يعني سواء كان على مستوى العماره او التصميم الداخلي او الجرافيك، يعني اهم وسيله للتعبير في التصميم هي استخدام برامج مختلفه، وهذه البرامج طبعا تتطور بشكل سريع، واحنا علينا ان نكون واعين تماما لهذا التطور في هذه الوسائل التقنيه في عمليه التصميم. لكن يبقى يعني يبقى في نهايه الامر المصمم هو انسان، والقرارات التصميميه تخضع مو فقط اعتبارات تقنيه، بل ايضا اعتبارات قد تكون قسم منها تاريخيه، قسم منها تكون فلسفيه، يعني هناك اتجاهات مختلفه في التعامل مع التصميم. فلا يكفي ان تصمم شيئا ان يكون جميلا فقط، عليه ان يعمل، ان يحقق الوظيفه. ولذلك مثلا خذ السياره على سبيل المثال. السياره هناك اشخاص متخصصون في تصميم السيارات. فالسياره لها يعني جوانب تقنيه معقده جدا، وهي تتكون من الاف القطع، قسم منها صغير جدا، قسم منها كبير. فانت عليك كمصمم ان تفكر كيف تجمع كل هذه القطع لكي تعمل حسب مواصفات محدده للنقطه، ولكن بنفس الوقت ان يكون شكل هذا المنتج شكل جذاب وقابل للتسويق. فمساله يعني انه الشكل والوظيفه، اذا هنا نحن نجمع بين امرين صعبين للغايه، بين الشكل والوظيفه. والشكل طبعا يعتمد على الفكر الجمالي، ما يسمى باللغه الانجليزيه الاستاتكس، ومنها الفورم واللون والتكستشر والى اخره. ولكن الوظيفه ايضا تعتمد على كثير من الاعتبارات التي تتطلب مهارات يعني هامه جدا. فنحن يعني هدفنا الاساسي في كليتنا ان نخرج ونؤهل يعني خريجين قادرين على التعامل مع هذه المشاكل التصميميه، ضمن طبعا البيئه اللي يعملون فيها، وضمن كل المستلزمات اللي تتطلب هذه العمليه من امكانيات تقنيه وفنيه في نفس الوقت. لكي نحقق هذا الهدف ان نخرج مصممين قادرين على مزاوله هذه المهنه، يجب علينا ان يعني نعد خطط وبرامج اكاديميه تحاول ان تحقق يعني وتغطي كل مجالات المعرفيه في هذا التخصص. وهذا ليس بالسهل، لانه احنا من ناحيه عندنا توجيهات وتحديدات من هيئه الاعتماد ووزاره التعليم العالي، يعني هم محددين مثلا الحدود الدنيا للساعات المعتمده والمجالات التخصص. ومن ناحيه اخرى هناك تسارع خطير في التطور في تقنيات المعرفيه، سواء كان في الوظيفه او الشكل. فانت عليك ان تكون واعي دائما لكل هذه التطورات والتغيرات. ومن ناحيه اخرى ايضا علينا اذا اردنا ان نحقق فعلا، مو بس يعني نتكلم عن الموضوع، ان يكون الخريج فعلا قادرا وان يمتلك كل هذه القدرات، ان يكون لنا مجموعه من الاساتذه اللي يعني يمتلكون هذه الخبره. وهذا ليس بالامر السهل بكل صراحه، لانه هناك منافسه شديده لاستقطاب افضل الاساتذه، سواء كان على يعني مستوى الاقليم او
المنطقة. وبالتالي هي فعلا هي واحدة من أهم المشاكل اللي نجابها، إنه كيف إحنا نحاول أن نطرح برامج أكاديمية متطورة وتتماشى مع السوق المحلي، وبنفس الوقت هي تواكب التطورات الأخيرة، وبنفس الوقت نحاول أن نستقطب أساتذة عندهم خبرة وعندهم إلمام بكل هذه التطورات. يعني معادلة صعبة، ولكن نحن طبعا نحاول أن نحقق هذا. مثل ما قلت أيضا، نحن نحاول أن نطرح برنامج ماجستير قريبا إن شاء الله، بدينا به، وإحنا أيضا تقريبا كملنا إعداد خطة كاملة لتخصص اسم المولتي ميديا، اللي هو يعني قريب من تخصص التصميم الجرافيكي، لكن يختلف عنه بكونه يركز على الوسائل الإلكترونية في التعامل مع التصميم والمتطلبات الحديثة. إن النجاح في أي قطاع يحتاج إلى عمل جماعي، حيث أن البناء لا يقوم على عمود واحد. تعتبر الهندسة والعمارة والتصميم ركيزتان أساسيتان في الهرم العلمي. سنعرض لكم الآن فيديو قصير يوضح بعض من إبداعات طلابنا في الهندسة والعمارة، ومن ثم ندعوكم لافتتاح المعرض. الحمد لله، بلش بروح من جلالة الملك. بلشنا بفكرة واليوم صارت الفكرة حقيقة. حكيم أي بلد؟ بس الحركه المباشره هي عباره عن مواد بسيطه.
في حكي يعني نحاول نفعل من جديد موضوع الشغل والطلبات. والله ان شاء الله كيفكم ان شاء الله تمام الحمد لله الكلية تنزل صح سمارت ستيشن عميد كلية العمارة والتصميم الأستاذ الدكتور إحسان فتحي ونائب عميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور محمد حسان لتسليم الشهادات للحضور والمتكلمين. المهندس إمام ياسين. شركة ديزاين زون عنهم المهندسة إسراء الطويسي. المجلس الأردني للأبنية الخضراء. معمل حسن القضاء للطوب عنهم المهندس محمد القضاء. المهندس فراس كمال الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية برنامج حكيم. الدكتور محمد الجعفري من الجمعية العلمية الملكية. المهندس محمد الطعاني مدير الهيئة العربية للطاقة المتجددة. المهندس أسعد عطوان مدير الاعتماد والتأهيل في نقابة المهندسين.
20 عام في القوات المسلحة الأردنية، ساهم في إنشاء معهد تكنولوجيا الأجهزة الطبية في الخدمات الطبية الملكية، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة الحوسبة الصحية، حاصل على بكالوريوس في الهندسة الطبية الحيوية من جامعة تكساس A&M. أقدم لكم مهندس فراس كمال الذي سيلقي عليكم محاضرة بعنوان نحو رعاية صحية أفضل في الأردن من خلال التكنولوجيا. كثير بيسرني أن أكون معكم اليوم في اليوم العلمي للجامعة، إن شاء الله المزيد من التعاون مع القطاع، خلينا نحكي قطاع الصحة في القطاع الخاص بين الجامعات والقطاع الخاص، لأنه كل ما زادت التشاركية بيننا وبينكم أكيد راح تكون هدفها كويس. قبل ما أبلش أحب أعرف بس هيك كم واحد يعرف عن برنامج حكيم من الأودينس اللي موجودين اليوم؟ طيب شركة الحوسبة الصحية. طيب أول شيء بدنا نحط فيديو مدته دقيقتين حتى نعرف شوية عن بلمحة سريعة بسيطة عن شو اللي عمالنا بنعمله نحن في القطاع. بلشنا بالفكرة واليوم صارت الفكرة حقيقة. حكيم اللي بلش بموقع واحد قبل 9 سنين، اليوم صار بأكثر من 155 مستشفى ومركز صحي عام محوسب من شمال لجنوب المملكة، والعدد عم يزيد كل يوم. هدفنا بحكيم نرفع مستوى الرعاية الصحية ببلدنا عن طريق تحسين الجودة التحليلية في المنشآت الصحية، ونسهل للطبيب الوصول لكل معلومات المريض الطبية من خلال إنشاء ملف طبي إلكتروني واحد وشامل لكل مراجع ومتوفر في أي وقت ومكان. كل الجهد والتعب على مدار 9 سنين كان هدفنا الوحيد خدمتك أنت، وكيف ممكن تحسن تجربتك وأنت تتلقى الرعاية الصحية في الأردن. برنامج حكيم قصة نجاح أردنية برعاية جلالة الملك عبد الله بن الحسين المؤرخ. كل حين ببلش في بداية، وصدقا بداية كانت مش سهلة، لكن أحب الكل يعرف إنه أول آخر اللي بيثابر وبيجتهد أكيد بحصل في الآخر على النتيجة. شركة الحوسبة الصحية بداية هي شركة، خلينا نعرف حتى الكل يكون عارف، هي شركة غير ربحية أتت تحقيقا لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني حسين حفظه الله ورعاه في المساهمة بالنهوض في قطاع الصحة في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك من خلال عمل ملفات إلكترونية لكافة سجلات المرضى الذين يقومون بمراجعة القطاع الصحي العام. الشركة طبعا هؤلاء هم المالكون لها اللي شايفينهم قدامكم، بتمثل بوزارة الصحة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الطبية الملكية، مؤسسة الحسين للسرطان، وجمعية الملكية للتوعية الصحية، ومستشفى جمعية المستشفيات الخاصة، وأخيرا اللي صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية. حتى نعطي لمحة عن الشركة أكثر، اليوم عندنا 3 مبادرات. المبادرة الرئيسية الأولى اللي هي مبادرة حكيم، زي ما حكينا هي أتت رؤية لصاحب الجلالة، والهدف منها عمل what we known as electronic health record EHR. مش عم نحكي بس إنه والله بدنا نأتمت نظام مالي ولا شغلة من هذا الحكي، لا، الهدف إن نحط نظام، هذا النظام يمكن الرجوع لهذه الملفات عن طريق الرقم الوطني أو رقم محدد لغير الأردنيين، بحيث أنه يتم معرفة كافة التفاصيل الطبية للمريض من خلال دخول المستشفى لخلال خروجه، دون أنه يكون في أي نوع من الثغرات الموجودة. علم اللي هي المبادرة الثانية واللي أطلقناها بال 2013، وهي مكتبة الأردن الطبية الإلكترونية. مكتبة الأردن الطبية الإلكترونية تحوي على جزء كبير من المؤلفات الطبية والمراجع في قطاع الصحة تحديداً، وهدفها مساعدة العاملين في قطاع الصحة من أطباء، من ممرضين، من صيادلة في عملية البحث على، خلينا نحكي، الليتست في أي منطقة، في أي ديزيز، في أي مرض، في أي إشي عملوا بحبه بسعوا لعمل ريسيرش فيه بشكل أو بآخر.
وراح نحكي عنها شوية تفصيل. والمبادرة الثالثة اللي هي أكاديمية حكيم. أكاديمية حكيم أوجدناها بهدف يعني إغلاق الفجوة اللي موجودة اليوم بين مخرجات التعليم وسوق العمل فيما يخص في الهيلث آي تي تحديدا، اللي نحن عمالنا نحاول نمشي فيه أسرع وأسرع في الوقت. الشركة اليوم إذا نطلع عليها عندنا حوالي 29 ألف مستخدم على النظام. عملنا 5 دراسات إحنا والجهات المستفيدة. عندنا تطبيق خلوي للمستخدمين من الأطباء فيها 360 إمبلوي. عندنا 5.1 مليون ريكورد اليوم في قواعد البيانات اللي موجودة. عندنا 175 منشأة موجودين اليوم ومحوسبين. عندنا 6 مواقع السنة هاي اللي عملهم، واليوم عندنا مركز دعم سكني 24 ساعة لمدار 7 أيام. طبعاً عندنا اثنين المبادرتين الأساسيات اللي هي علم وأكاديمية حكيم. وهنا بوجه قديش الأعداد اللي نحن استطعنا أن ندربها على الجامعات تحديداً. وعندنا مشترك حوالي 16500 مشترك على قاعدة بيانات علم. نحن استطعنا أن نخرج قطاع الصحة بالتكنولوجيا، وهذا اللي عملنا اليوم شغلة كثير مهمة، إنه اليوم الشركة فيها كفاءات متميزة مختلفة الأصناف والطيوف. يعني اليوم في بتلاقي إلكترونيك إنجينيرز عشان عندنا إنفراستراكشر ضخم إحنا بنقوم بتنفيذه، بتلاقي اتصالات، بتلاقي بروجكت مانجرز، بتلاقي هيلث أناليتكس، بتلاقي صيادلة، بتلاقي أطباء، بتلاقي ممرضين، بتلاقي. فكل هذه اليوم إحنا شركة مميزة من هذا القبيل. طبعاً عدا عن المبرمجين اللي بشكلوا عندنا كور أساسي ورئيسي. دائماً بيسألونا طيب أنتوا يعني ليش رحتوا انتهجتوا تروحوا للأوبن سورس تكنولوجي في عملية اختيار نظام حكيم قاعدة بيانات أو كبرنامج أساسي للحوصلة؟ طبعاً بهذاك الوقت كان قدامنا 3 خيارات متاحة، وأنا بحكي هذا الحكي لأن أنا ساهمت في اختيار هذا البرنامج. كان قدامنا يا أما بدنا نروح على كوميرشال برودكت توتالي ويكون فيه الستاندرد العالمي المضبوط، مش إنه والله بدنا نبنيه بناء على تجارب ري انفنتنج ذا ويل، أو بدنا نقعد نبنيه نحن من الصفر ونتعلم. هذا الحكي قبل 9 سنوات، فكان أنا بعتقد لازلت اليوم قرار استراتيجي أخذناه قرار صحيح، لأنه اليوم لو رحنا نحن كوميرشال سيستم من خارج المملكة من الأنظمة المعروفة أكيد ما كان راح نكمل المسيرة بحيث بظل الظروف الاقتصادية وكلفة مثل هذه البرامج العالمية. الشغلة الثانية اللي هي كان ممكن أن نعملها أنه نبني لحالنا وزبنينا لحالنا، كان كمان اليوم إحنا مش ممكن نصل لإنفستمنت انعملت على حكومة أمريكا على هذا النظام اللي استخدمناه كلف حوالي 3.6 بليون US دولار for the last 20 years. فإحنا بناخده على أساس إنه open source، هم حطوه كopen source النسخة الرئيسية، وبنبني عليه كل الإمبروفمنت وكل الأشياء اللي بدنا إياها، وبننطلق من هاي النقطة إلى الأمام في أشياء كثيرة نضيفها عليه. فكان أنا بعتقد الخيار الرئيسي التجربة اللي موجودة في مستشفيات المتقاعدين العسكريين المماثلة من حيث أعداد مستشفياتهم والسكيلابيليتي اللي موجودة فيها، من ناحية كمان إنه مبني على evidence based medicine وهي شغلة كتير مهمة، الطب المدعم بالأدلة، كل هاي الأمور خلتنا نمشي بهذا البرنامج بالشكل اللي نحنا بدنا له. قواعد البرنامج بس يعني سريعة حتى إنه الكل يكون عارف. اليوم أهم شيء من القواعد اللي هي طبعاً رفع المساهمة في رفع مستوى الرعاية الصحية في المملكة، وهاي طبعاً من خلال كثير من الأنظمة اللي بنطبقها، منها مثلاً الـ BCMA Barcode Medication Administration، بحيث إنه اليوم المريض في مستشفيات القطاع العام الأسوار اللي بيكون لابسها عليها باركود، الأدوية اللي أصايد إله برضو بتكون معروفة على السيستم، فمجرد ما نعمل بالماسحة بنعرف إنه هذا الدوز هذا المريض بهذا الفترة بهذا الوقت وشو اللي لازم ينعمل. فهذا بيزيد من السيفتي من وبقلل من الأخطاء الطبية. كذلك في شغلة كمان مهمة إنه اليوم في قاعدة بيانات متكاملة بتحوي على
التداخلات الدوائية، وهي التداخلات الدوائية اليوم تنعمل بطريقة إلكترونية، يعني مريض بأخذ دواء وعنده دواء مضاد له بشكل أو بآخر، أوتوماتيكية من النظام بطلعها وبتغيرها بشكل أمام الطبيب، وبالتالي له الحق إنه يستمر فيها أو إنه يفحص عندها. في مجال تحسين خبرة المريض واللي تعرف بالبيشنت اكسبيرينس، اليوم المريض ما فيش داعي للمعاناة إنه والله ملفه ضايع، راح الملف وجيبوا لنا ملف جديد ونقعد نستنى الملف وين ما يروح من شمال المملكة إلى جنوبها على قاعدة بيانات واحدة بوزارة الصحة، وكذلك الحال بالنسبة للخدمات الطبية الملكية. فالرجوع إله يعني لو صار حادث في مستشفى الرمتة وهو كان قاعدة البيانات المعرف في الجنوب في المفرق أو في نصر سلفي معاه، أوتوماتيكيا على الرقم الوطني ملف واحد بيحمي كل التفاصيل اللي موجودة. فيما يتعلق بتخفيض الكلف بالرعاية، كثير من المرضى ويعني هاي شغلة مؤسفة إنه بتلاقي إنه بياخذ من هون من هون أدوية، وبالتالي الدوبليكيشن موجود والهدر موجود. اليوم بظل نظام من هالشكل انت عارف امتى راح اخر زياره له، وين عمل وين اخذ الادويه، كل صور الاشعه موجوده في الداعي نعيد صور العمله، وكذلك طلبات المغرب. اخر شيء انه وهو اهم شيء بالنسبه لنا انه بدنا ديسيجنز ميكرز في الاردن يصفوا عندهم بيانات صحيحه. اليوم عندنا 5.1 مليون ريكورد، هذول وي كود ايماجن قديش ممكن ينعمل عليهم اناليسيز وتحليلات بما انه صاروا بيج داتا موجودين عندنا. فكمان هاي كثير مهمة لأن راح تخدم الأردن اليوم فيما يعرف ب اللي هو preventive of medicine والpredictive، واللي هي شغلة كثير مهمة إنك تحلل وتشوف شو في أمراض ممكن إنها تكون تركز عليها أكثر، شو في شغلات لازم تنعمل في قطاع الصحة وتوضع أولويتها على الأولوية القصوى. زي ما حكيت إحنا عندنا 175 موقع. ال 175 موقع بيشمل مستشفيات، مراكز صحيه شامله، مراكز صحيه اوليه، منتشرين من شمال المملكه لجنوبها. كمان زي ما انتم لاحظين احنا ركزنا على المستشفيات اكثر، لانه المستشفيات بنعتقد انه اولويتها في القطاع الصحي اكثر بكثير من المراكز الاوليه. دكتور امان الغازي مختصه مهندسه طبيه، دائما نحب نعمل احنا ريسيرش على مثلا نحتاج لداتا، مثلا داتا طبيه، مثلا صور طبيه، ونواجه صعوبه انه كيف ناخذ الداتا من المستشفيات، فممكن برنامج حكيم متعاون معه مثلا يوصل لنا الداتا تبعت المرضى نعمل عليها ريسيرش، طبعا بشكل رسمي ما راح يكون من الناس. اكيد. صور طبيه مثلا سيجنال الاي سي جي مثلا اي داتا ممكن احنا نحتاجها للريسيرش. هلا نحن اليوم زي ما لاحظتوا في حطيت البزنس انتليجنس عم نبني الداتا جوفرنس، حوكمه الداتا بيننا وبين الجهات المستفيده، شو اللي بيطلع لنا شو اللي بيطلع لنا، كيف لازم البروسيسين بني بالشكل الصح. هدفنا هاي الداتا يس بدنا تو انجكت طلبه الجامعه تحللوا معنا، احنا بنقدر نعمل دي ايدنتيفيكيشن للداتا باي ذا واي، يو ويل نوت بي ايبل تو سي لا اسم مريض ولا من ابد حكي، بس ستيل قواعدنا زي ما كنا بنحكي بأمن وأمان المعلومات والإيثيكال لازم يكون انطبقت. أنا موظفين اليوم كلياتهم بوقعوا على تعهد كثير خطير في هذا الموضوع، يعني أنا بوصله لموضوع محكمة أمن الدولة، شوفوا لوين؟ ليه؟ لأنه أنا زي ما أنت تفضلتي هاي بيانات مريض مش مباحة مستباحة لأي واحد، ففي ناس ممكن يعجبها هذا الحكي، في ناس بنزعل، بس احنا لازلنا مؤمنين انه حتى نشعر كل المواطنين انه your data is secure we are taking care of it. هلا الريسيرش يس راح يصير له في بروسس واضح وسهل اكيد بالتعاون مع الجهات المستفيده. شاكر تفضل. أكيد. هلا احنا اليوم عندنا 3 data centers. 3 data centers. 3 والرابع جاي على الطريق. الهدف من الموضوع again كل data center يكون له مش بس within the data center بيكون في fail over اول خطوة. اوكي؟ بس لنفرض زي ما حكيت ولع الداتا سنتر. في عندنا باك اب data center. اوكي؟ في موقع اخر بعيد. بمغذي تغذية حتى من ناحية الباور سبلاي مختلف عن الجريد الأول، جريد تاني، حتى إنه كمان يكون على ديفرنت، يعني عرفت عليه، بعدين
الشغله الثانيه لما بنحط واحد اللي هلا مثلا اللي راح نعمله بالنسبه للجيش عم نعمل الثاني في المفرق، المفرق على صفيحه زلزاليه مختلفه، فكل هذا الحكي يؤخذ بعين الاعتبار لانه الداتا صحيح احنا اليوم امكانياتنا شوي مش عم بتساعدنا بالشكل، لكن خلينا نحكي البلو برنت جاهز عم نمشي وان افتر انذر. فابدا ما في خوف، وزياده الشغله المهمه بنعلم موظفينا او المستخدمين انه انت كمان ممكن كل شيء يروح، الكهرباء كلها تنقطع وما يضل في كهرباء وما يضل، كيف كنت تشتغل؟ برضه لازم يكون عندك في خطة لا ميدانية واضحة كيف كنت تشتغل بالورق اللي بتنشها، انه ما في داعي نرجع للورق. التزموا كل المستشفيات ب يعني ادخال الداتا للمريض لجهة حكيم مثلا، يعني هلا صار يعني الزاني على المستشفى ال 175 مستشفى يس المركز و 175 منشأة هدول يس، هلا الباقي كل ما نوصلهم اللي ما وصلنا له لسه شو بده يعمل؟ بده يضل يستخدم يعني وزارة الصحة هلا صارت تجبر المستشفيات المحاسبة. نعم وزير الصحة لما بدور اليوم بلف وبتأكد انهم هم عم بيستخدموا النظام، والدليل انه هيو عندنا 5.1 مليون ريكورد اللي جبتهم هدول يونيك ايدنتيفايرز ل 505 مليون بوينت 1 ريكورد. مهندس محمد الطعاني يعمل في مجال الطاقة المتجددة منذ عام 1988، وكما عمل مديرا لمشروع الطاقة المتجددة في مكتب الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير الكادبي، وأيضا هو مؤسس للشبكة العالمية للطاقة المتجددة في المناطق الصحراوية، وكما هو الآن رئيس للجنة الطاقة المتجددة في المؤسسة الأردنية للمعايير والمقاييس، وسفير لتحدي الطاقة الشمسية في بلدان الشرق الأوسط. فليتفضل المهندس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين الرحمة المهداة لكل العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا فخور اللي بعد زميلي لأن أنا كنت كمان ضابط بالجيش العربي، يعني اللي ما بجرب يكون ضابط لازم يجرب يعني بصراحة. البلد هاي لها فضل عظيم علينا، وبالتالي القوات المسلحة الأردنية هي مصنع الرجال. قبل ما أبلش محاضرتي لأنه التخصصات مختلفة راح أحكي كمقدمة للمحاضرة عن الطاقة المتجددة. دائما قبل الجيس قبل ما وأنا بالجيس كنت أسمع عن إشي اسمه التنمية المستدامة، فإحنا كنا نشتغل بالطاقة المتجددة ونشتغل على مواضيع ومدعومين ووضعنا كثير ممتاز. بعدين التنمية المستدامة نسمع عنها بالتلفزيون نقرأ عنها بالجرايد، بعدين ما عرفت إلا لازم أعرفها من ألف لياء هاي التنمية المستدامة. فلمست إنه الأردن أحد الدول العربية صعب إنه يكون في عنده تنمية مستدامة لخمس أسباب رئيسية الصبح حاولت أحصرهم قبل ما أبلش في موضوع الطاقة المتجددة. احنا من الصعب جدا انه نعمل في روح الفريق، يعني سامحوني من شويه التشاؤم اللي بدي احكيه، لكن ضروري جدا نعرف الخمسه هذول حتى ندخل على المحاضره تبعتنا واثقين. اثنين، ما بنتقن العمل الشخصي، يعني ما بنتقن الجوب ديسكريبشن تبعنا فبسموه زي النطاق، يعني بنط من هون لهون. ثلاثه مهم كثير انه احنا لازم نحترم التخصص، تخصص مهم جدا نحترمه، الدكتور، برنامج حكيم، المهندس، الكذا، لازم نحترم التخصص. لازم نحارب الواسطه بالمحسوبيه اللي بنسميه بالانجليزي الهاي بيرسونيل. وخمسه، لازم نعظم العمل المؤسسي، العمل المؤسسي يجب انه يعظم. لانه معظم محاضرتي راح تكون عن مبدا انا بنشره الان بالعالم اللي هو 6 جيز كونسبت، وهذا المبدأ بيعتمد انه كيف نجد اجيال واعية منذ نعومة اظفارهم منذ الصغر حتى نصل للجرين جفرمنت من خلال كل الاستراتيجيات اللي بتحقق التنمية المستدامة والتفاعل بين القطاعات المختلفة. الطاقة المتجددة بالأردن بصراحة بسنة 1995 أنا كنت ضابط بالجيش وبلشنا
نخدم الوحدات العسكرية الأمامية. يعني صوروا أول نظام بجوز ركبته 200 واط، يعني مش 200 كيلو، 200 واط. أنا كنت مع ناسا يعني بنضوي شغلات بسيطة. بعدها تطور الموضوع أنه نوصله لكل وحدات المراقبات الأمامية بالجيش العربي. فالحمد لله هاي دولة الأمن والأمان، وعلى يعني وسيدنا هو القائد اللي كان يشرف على موضوع الأبراج. فإحنا فخورين جدا أنه كل شغلة أنت بتعملها في عليها إشراف ومتابعة. غير أنه أنظمة الخلايا الشمسية كنا نستخدمها للمراقبات الليلية، كنا نستخدمها للإنارة، كنا نستخدم الطباخات الشمسية للوحدات النائية، كنا نستخدم السولار ثيرمال كمان بالوحدات النائية. دليل أنه العسكر هم اللي بيقدروا تو ابروف تكنولوجي اور تو ريفيوز تكنولوجي. اتس ميلتري ابروف، خذ وانت مغمض. الجمعيه الاردنيه للطاقه المتجدده هي تاسست سنه 2008 حتى نقدر احنا العسكر اللي يعني بيتهيأ ويدخل الحياه المدنيه كيف نولف مع المدنيين. ف عملنا هاي الجمعية بال 2008، بال 2012 بلش قانون الطاقة المتجددة. فموضوع الببليك اويرنس مهم لكل قطاعات الدولة حتى يبلشوا صح بالطاقة المتجددة. حاب احكي لكم مكتب الطاقة المتجددة اللي للجيش العربي كان مقر الجامعة الأردنية، واحنا اللي بتشوفوا بالصورة كافتيريا الطاقة الشمسية. هاي أول كافتيريا للطلاب، إنه كيف كل شيء مطبوخ فيه على الطاقة الشمسية، بس هي مجرد إنه كيف الناس ينقلوا هاي الأفكار لأهاليهم. هاي أول سيارة شمسية عربية أنتجناها سنة 2004 يا محمد، وهاي اللي قدام كافتيريا الجامعة الأردنية، وهاي كنا نطبخ لأهلنا في البكرة الطبخ بالطاقة الشمسية. طبعا متطلبات الطاقه مش فقط هي فاتوره الكهرباء اللي بتجيك، لكن متطلبات الطاقه اللي هو للصناعه وللنقل وبالاضافه للتدفئه والتكييف. تصوروا بالاردن كونه احنا بنجهز لمؤتمر على السيارات الكهربائيه، الاردن النقل فيه بيستهلك 48% من فاتورة النفط اللي بتكلف الاقتصاد الأردني وبتخليه بهالوضع الحرج اللي احنا الآن موجودين فيه. فهو 48% من 4 مليارات بتروح لفاتورة النقل. كوني أنا بحكي عن النقل، الآن كل العالم بتجه لإشي بنسميه الجرين ترانسبورتيشن. شو هذا الجرين ترانسبورتيشن؟ سنة 1900 الإنسان 1900 كانت الشوارع عربات تجرها خيول، ما عدا واحد زنقيل ولا ابصر كيف مزبط حاله فعنده بقى سياره بالشارع. 1917 كل السيارات من اللي بتشوفوها الان، سيارات الهونداي والسيارات اللي بتعمل تلوث وشيء، ما عدا عربه تجرها خيول. سنه 2035 راح ينتج العالم قرابه 500 مليون سياره كهربائيه. الان انا بعتبر الأردن من الدول الحديثة والمتقدمة في موضوع الطاقة المتجددة، ولازم المواطنين يقبلوا ويتعاونوا مع الحكومة في خصوص كل شيء يتعلق بالطاقة المتجددة. فاللي بيشوف الآن محطات الوقود العادية صار ركبوا فيها محطات مشان تشحن السيارات الكهربية. طبعا الوضع بالنسبه للطاقه زمان كان كل الاعتماد على الطاقه التقليديه للفحم والبترول والغاز الطبيعي، لكن الدول الصناعيه الكبرى بناء على الازمات اللي قاعده بتصير والازمه الاقتصاديه اللي صارت وتذبذب اسعار الوقود حطوا حوافز للطاقه المتجدده بحيث ان العالم يقبل اكثر على موضوع الطاقه المتجدده. طبعا انا جايب مثال هون على الصين، انه الصين الان من اكبر الدول بالعالم استخدام للطاقه المتجدده. اخر واتساب اجاني امبارح، انا بستخدم الواتساب بس مش مع اصحابي، مع الناس اللي ممكن يعطوني معلومات، لاني انا بامن بالديجيتاليزيشن اللي الان والهاي ستاندرايزيشن
اللي ممكن تطور البلاد والعباد. فالهند راح تصل 175 جيجا من الطاقة المتجددة بحلول 2022. استهلاك الأردن وقت الذروة 2030 ما بتعداش 5 جيجا. فلا احنا ليش مغربين حالنا ومغربين العالم قديش احنا بدنا طاقة؟ يعني الأردن مع احترامي للقدرات العظيمة والقيادة الحكيمة ما بتجيش يعني كم بناية أو حي في رجله. فلذلك لازم نعيش حقيقة للأسر الواحد. وبالتالي موضوع الطاقة المتجددة إنه كل بيت لازم يكون فيه سخان شمسي، كل بيت لازم يركب خلايا شمسية، كل بيت لازم يكون فيه سيارة كهربائية، إشي طبيعي. الجمعية الأردنية للطاقة المتجددة اللي بنصير، في ناس كثير بيتصلوا فينا الآن بركبوا خلايا شمسية لسيارتهم الكهربائية. أنا ولا حاضر عن الأردن بالعالم قديش برفع راسي إنه في ناس brilliant doing up to date technology بالنسبة للطاقة المتجددة، وهذا إشي عظيم للأردن بحيث إنه الأردن يكون من الدول السباقة في موضوع الطاقة المتجددة. طبعاً اللي بيشجع أكثر موضوع الطاقة الشمسية أو الإقبال أكثر على موضوع الخلايا الشمسية إنه قبل تقريباً 10 سنين كانت 10 أضعاف الثمن. يعني أنا كنت أركب النظام الواحد كيلو للجيش ب10,000 دولار، الآن أقل من 700 يعني 1,000 دولار يعني 700 دينار. أنا بستغرب إنه ليش إحنا ما نقبل كلنا نركب أنظمة الخلايا الشمسية. يعني كل كيلو خلايا شمسية بتكلفك 700 دينار. البيت الأردني يعني الفاتورته هو 20 دينار، لفاتورة 60 دينار، بده من كيلو لثلاثة كيلو ونص، وبالتالي ما راح يصرف كثير. الثلاجة بالمطبخ يعني اللي يعني كلنا محكومين لزوجاتنا بتلاقي جابت الثلاجة تبعت المطبخ حكى 3,000-4,000 دينار، سيراميك بتحط فيه وشفاط وأبصر إيش، وبقول لك والله الطاقة المتجددة غالية، والله عقلك مش مستخدمه كويس لأنه مش شايف إنه إتس ريزونبل إنك تقول الطاقة المتجددة غالية. احنا بنقول بس نحكي عن الطاقة يجب انه الاستخدام المناسب للطاقة. وبالتالي انت قاعد الان بنقول الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، ولكن تتحول من شكل الى اخر، ولكن عندما تتحول من شكل الى اخر هنالك فاقد. كيف احنا بدنا نتعدى على الفاقد؟ كونه انه في ناس مهندسين او ناس حتى تتعدى على الفاقد لازم تستخدم الطاقة الشمسية مباشرة طاقة حرارية، مش تأخذ طاقة تقليدية وبعدين تصير كهرباء وبعدين نسويها طاقة حرارية. وبالتالي هذا هو السمارت سوليوشن حتى تقلل الاعتماد على الطاقة التقليدية. طبعا كل الدول العربية بتخطط تكون يعني مساهمة الطاقة من خليط الطاقة فيها من 10-20% لسنة 2020، والنوهاو والتكنولوجي ترانسفير مهم كثير. طبعا الديسيجن ميكر بالوطن العربي يعني دول مثل دول الخليج، الاردن نان اول كنتري، دول زي دول الخليج الان قبل 3 أسابيع بيحكوا معي العربيه بيقولوا مبادره ولي العهد السعودي سمو الامير محمد بن سلمان للسعوديه بدهم يصلوا ما يعادل 200 جيجا من الطاقه المتجدده. 200 جيجا يعني مشروع ضخم وعملاق للوطن العربي. وبالتالي الأردنيين هاي البلد العظيمة اللي فيها 28 جامعة فيها أكثر من 200,000 مهندس يجب أن نستثمر بالقوى البشرية ويكون جاهزين حتى حجم الاستثمارات. كنا نتوقع بالطاقة المتجددة بالوطن العربي يصل ل 500 مليار إلى يعني مشت الرؤى في كل الدول العربية راح نصل لواحد تريليون. وهذا شيء كثير كويس إنه نقبل على موضوع الطاقة المتجددة، مش فقط تخصص الطاقة المتجددة اللي الآن المدارس سوري الجامعات عمليته، لكن ندخل بالطاقة المتجددة بطريقة إنه ماتشنج لمتطلبات السوق. يعني ندرس السمارت جريد، السمارت سوليوشن، إدارة الطاقة، ندرس شغلات براكتيكال ونستفيد من خبرات العالم المتقدم حتى نكون قوة بشرية وعندنا مهارات تأهلنا ندخل الأسواق العربية. إذا بتلاحظوا الوطن العربي كان سنة 2010 ما في شيء اسمه طاقة متجددة.
الا 3.6 من الهايدرو باور، لانه الهايدرو باور الطاقه المائيه السدود هاي من الطاقه المتجدده. فما كان فيه يعني اول دوله بلشت بالطاقه المتجدده بجوز بررنا احنا والمغرب وبعض الدول العربيه، لانه احنا بحاجه الها نتيجه انقطاع الغاز المصري اللي صار، وانه كمان ممكن تكون دافع للاقتصاد الاردني وتحسن الوضع تبعه. نتوقع انه يعني هاي حسب الاحصائيات انه احنا بدنا 171 كان بال 2008، لكن راح نصل فوق ال 200 جيجا بالوطن العربي كله، وحكينا نسبه الاردن منهن اللي هي 5 جيجا. طبعا ضعف السياسات العربيه كلها متشابهه. Weak policies with target to establish cooperation. يعني قبل شوي نرجع للخمسه، هاي قاعده الخمسه. يعني اذا الوزير بيطلع من هون بيجي وزير كل شيء قبل اليوم بغير مدير المكتب الاثاث بسرد، هذا مش عمل مؤسسي. مش عمل مؤسسي، حتى انه ضعف السياسات. بيقولوا احنا بدنا استثمار، بدنا استثمار، بدنا بنيه تحتيه للاستثمار. احنا الاستثمار لازم يكون استثمار محلي. وجهة نظري الشخصية للاستثمار لازم ينجح الاستثمار من الداخل للخارج وليس من الخارج للداخل. فالمحددات الاستراتيجية، محددات الاستراتيجية لأي سياسة بقطاع الطاقة لازم تدرس بعين الاعتبار وكيف احنا نمشيها صح وننجح فيها. التكنيكال جاب مطلوب مننا. احنا قبل فترة كنا نشتغل مع حياة الطاقة والمعادن حتى 700 شركة صار ينفجوا على الطاقة المتجددة، من ولا شركة ل 700 شركة. صار يجوا عندنا على الجمعية عشان ياخذ اسم الجمعية بديل الطاقة المتجددة، لأن منبر وواحد لا له بالتخصص ولا له، نحترم التخصص، وبالتالي بدنا نأهل الكوادر اللي بتشتغل، فحطينا قيود كبيرة جدا بعد ما خلص السوق بصراحة، لا تزعلوا علي، بعد ما خلص السوق، بعد ما طارت وطيرت البيادر، فمشكلة. التكنيكال جير لازم نحلها وتكون الجامعات يشتغل فيها مراكز البحث والتطوير ويكون فيها منتج. انا بتخيل انه اول مركز عملناه والفضل للجيش العربي، وقبل شهرين ثلاثه كنت بالجامعه الاردنيه حكيت لسيدي سمو الامير عاصم انه مركز الطاقه، اول مركز للطاقه بالجامعات الاردنيه اسسوا القوات المسلحه. كنا نطمح انه كل جامعه من الجامعات جامعه تاخذ الطاقه الشمسيه، جامعه تاخذ طاقه الرياح، جامعه تاخذ الاولشن، جامعه العلوم والتكنولوجيا تاخذ النيوكليير، وبالتالي يكون في ابحاث وتعامل بين الناس. تمام على الطاقه المتجدده والاشياء هذه، ولكن في عوائق يعني من نفس الحكومه لتركيب هيك انظمه، وسمعت حديثا انه راح يفرض ضريبه اصلا على نقل الطاقة بالنقل كان مسمينه الانتجريتد سيستم. فشو يعني جوابك على هذا السؤال؟ انه انك تشجع بس في ناس ثانيه بتمانع عن الشيء او يعني تصعد الموضوع. بالنسبه لموضوع الطاقه المتجدده اصلا يعني من الاساس ما في عليه ضرائب، ضرائب بالمره مش موجود، يعني ما فيش ضرائب. يعني احنا بالنسبه لموضوع الضرائب هاي حتى يصير في ترتيب لبعض يعني لبعض المشاريع الكبيره اللي يعني بجوز انه يعني لازم يتبرمج لها شيء حتى تنضبط اكثر، يعني موضوع الانرجي ستورج او يعني امور فنيه بتتعلق انه نرتب عليها مصاريف زياده، يعني موضوع الضرائب يعني المواطن بده يركب نظام خلايا شمسيه، مواطن بده يركب نظام خلايا شمسيه ويتخلص من فاتوره الكهرباء، والله هذا شيء كثير ممتاز له، يعني ما راح تحط عليه الدوله ضرائب. لا احنا الهايبريد كارز انا بحكي عن مش الهايبريد كارز، انا بحكي عن السيارات الكهربائيه، السيارات الكهربائيه. يعني هاي بتيجي المرحله اللي قبل السيارات الكهربائيه، يعني الناس الان لازم يفكروا يعني الموبايلات كل الناس بتشتري يعني احدث شيء، الان اللي عنده سياره بنزين واللي عنده سياره ابصر ايش لازم انه يفكر مباشره ينتقل نقله نوعيه، ليش انا بدي ارد اعيد المعلومه المهمه لكل الاردنيين ولكل العرب انه السياره الكهربائيه زي زمان احنا كنا نستخدم اللي كان عنده سياره بتليفونه هجني بيقول والله فلان
كان ترى عنده سيارته تلفون، يعني الان سيارات الموبايل السمارت فون عبت الدنيا كلها. فلذلك الان بعد 10 سنين اللي ما عنده سياره كهربائيه معناته اكثر شو في عنده، يعني ان شاء الله. تفضل. حقيقه يعني في بعض الاحيان التشريعات ما بتسعد المواطن، يعني زي ما تفضلت كل بيت يكون فيه فوق خلايا شمسيه وسخان شمس وما الى ذلك وتوفير فاتوره الكهرباء. التشريعات قاعد يخوض فيها 10 سنوات قبل سنتين لما طلع نظام الطاقه البديله والطاقه الشمسيه الفوتوفولتيك تحديدا. بتمنى يشيلوا المحددات اللي بتهول دون انه كل بيت يربط مع الطاقه الشمسيه الفوتوفولتيك، لانه الفاتوره اللي اقل من 100 دينار ما طلعوش فيها. ولازم تصرف 100 دينار على مده سنتين عشان يربطوك انت مع الشبكه جرين مان جرين وشو هالمان. بدك تعليمات وتشريعات اللي يعني تساعد في التكنولوجيا وربط مع التكنولوجيا. شكرا. شكرا. تفضل. يعطيك العافيه من وسام كنعان معدات بهندسه معدات طبيه. بس حابب اسال، هل ممكن الدوله تعتمد اعتماد كامل على الطاقه المتجدده لمدينه معينه؟ اوكي. اعتماد كامل على الطاقه المتجدده لمدينه معينه، هل ممكن؟ طبعا السؤال بالنسبه لسؤال ممكن انه مدينه تعتمد اعتماد كلي على موضوع الطاقه المتجدده، بس قبل هيك خلينا نجاوب الدكتور. بالنسبة انه دكتور بيحاول انك شفت شركة يعني مشان الطاقة المتجددة وما رضوا ركبوا لك؟ بس انه مسموح لك، يعني مسموح لك تقدم، هذا بالقانون، بالقانون مسموح لك تركب 1 كيلو 2 كيلو 3.5 كيلو، يعني بالقانون، يعني ما في واحد بيقول لك انه ممنوع. يعني بالعكس الان معلومة للجميع انه الدولة من خلال صندوق الطاقة بتدعم كل مواطن، كل مواطن بده يركب لغاية 2 كيلو بتدعمه تقريبا 400 دينار او 500 دينار، يعني كل الكلفة اللي بدفعها لا تتعدى 900 دينار ل 2 كيلو. وبالتالي موضوع الطاقة المتجددة، موضوع الطاقة المتجددة يعني سهلته كثير الحكومة حتى يصير في اقبال كثير على الطاقة المتجددة. بالنسبة لموضوع الطاقة المتجددة انه ممكن انه المدينة بالكامل تعتمد على الطاقة المتجددة، احنا في صدد اشهار الجمعية الأردنية للمدن الذكية، وبالتالي موضوع الطاقة المتجددة ليس فقط هو من الطاقة الشمسية، ممكن يكون ويست تو انرجي، وبالتالي ممكن بعض المدن تستخدم فيها عملية الويست تو انرجي وتنتج منها طاقة، والطاقة هاي تشتغل وتشغل المدينة. للعلم فقط انه السويد كدوله متقدمه بتشتري زباله او نفايات من العالم الاخر وبتستثمر بالطاقه المتجدده وشغاله ما شاء الله عليها، يعني الريسايكل ريوز وممكن الويست انرجي يقدروا يستخدموه حتى يولدوا منه طاقه. يعطيكم العافيه، ان شاء الله بدنا نستكمل الان مع مهندسنا في مجال الابنيه الخضراء والمستدامه المهندس نائل الجنيدي. طبعا هو مهندس غني عن التعريف، مجالي شاب تخرج من جامعة العلوم والتكنولوجيا، هو حاليا مؤسس ومعماري في رئيس في شركة أيقونيا معماريون ومهندسون، عضو ومستشار عمراني في جمعية مستثمرين قطاع الإسكان الأردنيين، ومحاضر سابق غير متفرغ في الجامعة الألمانية وجامعة العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى عضو في اتحاد المهندسين العرب وهيئة المهندسين السعوديين، وبلا شك هو مستشار لمجموعة من شركات التطوير العقاري الأردنية والعربية. وهذا أيضا لا يغني أن يكون عن مصادر مجموعة من الجوائز في المسابقات المحلية والعربية، بالإضافة لشيء أخير له كمان نصيب أكاديمي في عضو في مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية. فليتفضل المهندس. شكرا لك. مساء الخير، الله يعطيكم العافية. أنا طبعاً بدي أشكر الجامعة على هاي الدعوة، إن شاء الله أنه ما أطول عليكم. رح يكون الحديث جانب منه يعني فلسفي سريع، والجانب الثاني من الحديث رح يكون يعني تجربة في تطبيق التنمية المستدامة على مشروع تم تنفيذه. رح أتحدث عنه بصفة معماري، يعني في الماركت اشتغل ضمن معطيات معينة بدون يعني ما نعطي رأي علمي، وكثير بهمنا أن يكون في تغذية راجعة ونوع من النقد اللي ممكن يثري تجربتنا. يعني في مجموعة من السلايدات أنا حبيت نبدأ فيها.
بشكل سريع. احنا في شركتنا اغلب شركتنا شباب، احنا عندنا بالشركه 23 اركيتكت اغلبهم في اعمار صغيره. كثير بنحاول نزرع فيهم طريقه التفكير، يعني دائما بنحاول نتعامل مع الامور على انه هندسه العماره والهندسه بشكل عام هي طريقه تفكير اكثر ما هي ممكن تكون اختصاص بحد ذاته. واذا تعاملنا معها على انها طريقه تفكير هي تقدم لنا يعني حلول كل المجالات الحياتية. فهاي الصورة يعني بقدر ما ممكن تعطيه من إيحاءات أو إيماءات إنه يعني كثير بنحب إنه الأركيتكت يكون بيشتغل بشغف وبانطلاق، كثير بنحب الأركيتكت يكون بفكر خارج الصندوق، وكثير بنحب الأركيتكت أو الإنجينيرز يعني إذا بدنا نوسع المظلة شوي إنه يتسلح في الأخذ بالأسباب، أسباب يعني الفهم والنجاح، ويكون يعني إنسان صاحب جهد دؤوب. وهاي الصورة أنا كثير بتعني لي إشي في موضوع sustainability، يعني التعامل الوجداني مع كل المحيطات اللي موجودة حولنا، مش بس مع البشر، مع البشر والشجر والهواء والأرض وكل ما هو حولنا تماما. بشعر هاي اللوحة أحد لوحات ليوناردو دافنشي اللي هي بتعطي نوع من الإيحاء كيف الإنسان ممكن يتعامل وجدانياً مع الأشياء. من الأشياء اللي بنحب نحكيها في المحاضرات دائماً واللي بتدلل على أنه الهندسة هي طريقة تفكير، في أحد السنوات اللي درست فيها طلاب سنة رابعة بجامعة العلوم التكنولوجيا كان في نوع من البحث اللي طلبناه منهم أنه نفكر خارج النص إيش الأركيتكتس ممكن يشتغلوا. فكان البحث للأمان كثير شيق وجميل وعطانا نتائج أنه أغلب البراندز اللي صارت حول العالم كان يقف خلفها في الكرسي الخلفي أركيتكتس. يعني لما صار في عنا إيميج وآيدنتيتي لأسماء كبيرة مثل ماكدونالدز، مثل ستاربكس، مثل كي أف سي، مثل جوتشي، بوس، أي من الأسماء اللي تحولت لبراندز وصار ممكن استنساخها أو عمل فرانشايز لإلها، هاي الأشياء كان في أركيتكتس واقفين بالكرسي الخلفي وهم عملوا نوع من الايدنتيتي والصورة الذهنية الموحدة اللي ممكن تزرع ايمج عند الناس بحيث انه هاي الصورة صار ممكن استنساخها في اماكن اخرى. بدي امر مرور سريع على موضوع العمارة كمعماري موجود في السوق. هذا احد المشاريع اللي احنا حاليا شغالين عليها ونحاول ناخذ عليها استثناء طابقين اضافيات ل المبنى بحكم انه هذا المبنى صديق للبيئة وبحكم انه هاي الواجهات اللي موجودة فيه عبارة عن واجهات هي حالة من حالات الفوتوفولتيك. طبعا تواصلنا مع شركة كيا موتورز من خلال احد الشركات المحلية اللي كان عندهم شغف انهم يتعاملوا بموضوع دراسة هاي الواجهات اللي ممكن تحول الطاقة الشمسية لطاقة بديلة. احد مشاريعنا في دبي، هذا كان من ضمن مشروع جزيرة العالم اللي مرسوم في البحر 56 قصر عربي. هذا المشروع هو كان عبارة عن Urban Planning Project أكثر ما هو Architecture. قدمنا لبلدية أبوظبي لإعادة تأهيل منطقة سبخات في أبوظبي اسمها جزيرة الطويلة، الطويلة آيلاند. فعملنا Urban Planning عليه بحيث أنه هذا طبعاً أنتم تشوفوا كله بحار، بس أكبر عمق كان للمي بهاي المنطقة 6 متر، يعني بيختلف عن أنه يكون شبيه لمشروع النخلة مثلا. فهذا اللي يعني حفزنا انه احنا نشتغل على موضوع الردم. احد مشاريع توسيع فندق قصر الامارات في ابو ظبي اللي هو يعني يمثل هيبة الدولة الاماراتية، مشروع صوفيا افنيو مول في الصوفية، هذا المشروع under construction. طبعا هاي الواجهات المفتوحة والخفيفة هي تطل باتجاه الشمال، يعني الشمس أقل من ساعة تضربها الصبح وبعدين بتلف عنها، تصير الشمس تروح بالاتجاه الثاني، يعني الشمس بتشرق من هون وتلف وترجع من الخلف. فهذا الإشي بحفزنا إنه إحنا نروح لواجهات معمارية مفتوحة. هذا المشروع under construction على دوار الواحد تقريبا في عمان، عبارة عن تور 9 طوابق. أحد الحلول اللي كثير صرنا نستغلها يعني كبديل للأسطح القرميدية إنه إحنا صرنا بشكل مباشر نروح ل الأسطح المائلة اللي هي تستخدم الفوتوفولتيك، وخلص طبعا نتعامل مع الفوتوفولتيك على أنه هو الروفينج البديل بالمطلق لأنه يكون في عنا أسطح أخرى. الانفلوبس اللي ممكن تلف
وتعمل بداخلها احتضان ضمن لايرز من العزل الحراري اللي هو في عندي فيها دبل وولز مثلا. هذا المشروع طبعا منفذ في منطقه دابوق. مسجد شغالين عليه حاليا في عمان بمنطقه شفا بدران، طبعا فتحنا على جهه الشمال والغرب، وجهه الجنوب والشرق مصمته تماما. هذا حتى يكون تنفيذه سهل بدون فزلك، لانه احنا الفاليو انجينيرنج مهمه لنا كمعماريين بالسوق. ببساطه هاي المكعبات حجر، كل حجر 25 و25 اللي هو المدماك العادي اللي احنا بنعرفه، والفراغات الزجاجيه اللي بينها تواصلنا مع شركه صينيه بيعملوا البلوك الزجاجي، برضو طلبنا انه يعملوه مديول 25 و25. فبكون البنا يعني بحط مكعب حجر وبطوله وراه، بعدين بحط مكعب زجاجي وبيمشي، يعني زي اللي يقول الموضوع مش معقد. فيعني القصد اللي بدنا نحكي لكم اياه من هاي الشغله انه الاركيتكتس ار سوليوشن بروفايدرز، يعني ما بكفي الاركيتكت انه هو يفكر بفكره معماريه، ولازم يكون عنده قدره على انه يحول هاي الفكره لواقع، وكمان ضمن الكلف العاديه. هذا المشروع تراسز العائله موجود برضه في منطقه دابوخ، كان التكسير في الارض عماله بيعمل كل طابق بنسحب بمسافه معينه عن الطابق اللي تحته، فطلع مجموعه من الشغل الطابقيه. الكالكوليشنز اللي عملناها لإله مع شغل على جزء من الارض الثانيه انه هذا بيشتغل على زيرو انرجي. المشروع اللي بدي احكي عنه باسهاب اللي هو فندق ومنتج على البحيره من شغلنا طبعا. فندق ومنتج على البحيره لما بلشنا احنا نشتغل بطريقه كثير بسيطه ومباشره، درسنا الموقع، الشمس من وين بتشرق من وين بتغيب، شبكة الطرق اللي موجودة حول المشروع. بعدين لما بلشنا نفكر بأنه إحنا بدنا نروح لبحيرة، هاي البحيرة اللي موجودة بالوسط مساحتها 40 دونم 40 ألف متر مربع بعمق 1.60 تقريبا، البحر الميت، منطقة الرام البحر الميت. طبعا قطعة الأرض هاي هي لمستثمر أردني مساحتها 220 دونم، هو طلب منا أنه إحنا نعمل له مقترح مشروع سياحي عليها. قطعة الأرض فيها بيرين ارتوازيات، البير بطلع 60 متر مكعب في الساعة منهم. طبعاً الأبار هاي عالية الملوحة، يعني ميتها كثير بدها جهد وتعب حتى تتحول لمي صالحة للشرب، تمام؟ فهي بتطلع الأبار بتتدفق ميتها بتنكب في الوقت. فإحنا كان في عنا تصور أنه إحنا بدنا نخلق حالة معينة ونلف الكتل تبعت المشروع حولها، وهي الحالة في مسطح مائي بالوسط زي ما هو موجود بهاي الصورة، تمام؟ هذا طبعا الفاينل ريزلت للمشروع. اول مشكله واجهناها انه اذا احنا بدنا نفكر بهاي الطريقه بهذا الحل المعماري بطريقه تيبيكال، وبدنا نروح للحلول التيبيكال للمسطحات المائيه، بدنا نروح لنظام الالكتروميكانيكال تبع الفلتر العادي. كانت الانيشال كوست للمشروع يعني اكثر من 4 مليون دينار، وكانت الرانينج كوست السنويه للمشروع مليون دينار بالضبط. فاحنا ضلينا نعمل ريسيرش 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 لحتى ما وصلنا لشركه من الشركات في العالم اللي بتشتغل مسطح مائي. هم طبعا هذول الجماعه اسمهم كريستال لاجون، موجودين في تشيلي بامريكا الجنوبيه. صاحب الشركه اصلا هو بايوكيميكال انجينير، وانا بصراحه لما زرناهم عجبني انه هو واجه مشكله كادت انها يعني تعزف بكل مستقبله، ولكن لانه هو تعامل مع الهندسه يعني كطريقه تفكير قدر يطلع من هاي المشكله بنيو تايب اوف بزنس، صار بالنسبه له افق جديد سوقه حول العالم كله. ببساطه تشيلي فيها مشكله انه السواحل تبعت تشيلي الكونتوريه تبعتها يعني زي الشفرات، طبيعه تشكيل الساحل جوا المي، فهم على بمقدار ما انه هم عندهم شاطئ طويل جدا الا انه لا يكاد يستفاد منه في السباحه، بلس انه هي لانها مفتوحه على المحيط انا حسيتها هي نهايه العالم. فطبيعه الهواء اللي بيضرب سواحل تشيلي ما بيخليها يعني سهل انه يعني يستخدموها كشواطئ سياحيه. فهذا الديفلوبر كان طالع بهاي المجموعه من المباني، كانت فيها 3000 استوديو بده يبيعها از يعني او ويك اند استوديوز لسكان العاصمه تشيلي. طبعا هو المشروع موجود في منطقه اسمها سانتا الفونسو بعيده عن العاصمه تقريبا ساعه وربع. لما عمل المشروع وعمل المسطح المائي هذا بطريقه الالكتروميكانيكال تمام زي ما احنا فكرنا فشل، لانه مساحه المسطح المائي 80 دونم،
فالفلاتر ما قدرت تلحق انها تعمل فلتريشن والسيستم ما اشتغل، فصار خلال ايام تحولت لبحيره من الطحالب. طبعا صار يجي هذا ضفادع و فهو كان عماله عامل لونشنج للمشروع وبلش يبيع فيه. لما بلشت هاي الاشياء تبين صاروا الناس يرجعوا يستردوا مصاريهم وما يقدر يكمل بالمشروع. طبعا هو لانه بايوكيميكال انجينير صار يفكر بطريقه انه انا كيف بدي اروح لسوليوشن مختلف لمعالجه المسطحات المائيه. فكان السوليوشن انه هو راح لحلول كيميكال تريتمنت، بايوكيميكال تريتمنت مش الكتروميكانيكال تريتمنت. ببساطه هو المشروع في مراكز المسطحات المائيه عباره عن نوزلز مزروعه بالارض مدده بشبكه مواسير مشبوكه مع غرفه مركزيه بتطلع مركب كيميائي خاص. هذا المركب الكيميائي لما بيطلع من النزل نقطه حتى باستماك لما تيجي تحكي مع الصناعه تقول لهم انا عندي وصلت لهي المرحله من التطور فخلينا نعمل شراكه مع بعض. وكل ما تطور البرودكت اكثر كل ما زادت تكلفته كل ما يعني قرب عليك الصناعه اللي انت ممكن تشارك معها. ولكن اذا تاخرت كثير وانت بتسوي ام في بي فجاه خلصوا 30 شهر وانت لسه مش حكي مع حدا رح تلاقي حالك محشور. شكرا دكتور محمد. بس عندي سؤالين. اول شيء بالنسبه لمكتبكم في الجمعيه بتحموا افكار مش بس اختراعات؟ يعني انا بعرف هذا في شيء اسمه ولا ما له علاقه بالبيتنت هون في هلا حمايه فكريه مثلا لو عندك حتى فكره انوفيشن بدون ما يكون تطبيق عملي. يعني ما بعرف سمعتوا عن لا فيش قانون بالعالم بيحمي الافكار، الافكار مع الاسف ما لها قيمه. بس انا سمعت عن ما بعرف في كانت بوابه ابو ظبي سمعتوا فيها شركه اللي عملت فكره وما بعرف شو انه هي فكره الافكار خذي مثال الافكار ما لها قيمه لانه فيش حدا بيشتري فكره وفيش حدا بيبيع فكره. ولكن مثلا الرسم الصناعي الرسم الصناعي قد يكون له قيمة. يعني الخلطة خلطة كوكاكولا لها قيمة، هي خلطة هي منتج مش فكرة. الالجوريثم قد يكون لها قيمة. الحل التكنولوجي للمشاكل الفنية هاي هي الاختراعات قد يكون لها قيمة. الأشكال الرسمات الإبداعات قد يكون لها قيمة. القصائد الكتب المقالات قد يكون لها قيمة. الأفكار كفكرة أنا بحكي عن إنوفيشن أكثر من فكرة مرة يعني إيش يعني إنوفيشن؟ إنوفيشن إيش يعني إنوفيشن؟ ابتكار بس مش إيش يعني ابتكار؟ سوليوشن يعني ما هو إيش يعني ابتكار؟ ابتكار له كذا تعريف لكن خلينا ناخذ التعريف السهل تبعه بقول لك إنه له منفعة هو جديد ومبتكر ومش بديهي وله منفعة. ما دام له منفعة معناته عم بنقرب لأنه يكون اختراع مظبوط؟ لأن الابتكار هي المفهوم المحدود، الإبداع هو المفهوم الشمولي الأكبر. فكل الإبداعات بشكل أو بآخر قد يكون لها قيمة. الأفكار كفكرة صراحة عم بحكي من ناحية عامة المدخل العام ما لها قيمة. بينما انت شايف حدا بيصنع قلت له والله يجوز لو تسوي هيك بيكون احسن. هاي من وجهه نظري قد تكون فكره بس هي حل لمشكله. الحل لمشكله هذا قد يكون. طيب بس اخر شيء ممكن تعطيني مثال لبيتنت في الاردن طلعت للصناعه؟ طلعت للصناعه ولا مدى الصناعه؟ في كثير امثله. في امثله يعني بدك جديد ولا قديم؟ لا لا باي بس... سيكتور؟ انا بس في شغله بالتوقع بالبحث العلمي برئاسه الدكتور علي بواب بالجامعه الاردنيه عنده اتوقع مجله البيتنت بالجامعه الاردنيه اخر 5 سنين ولقوها انتم لمتوا لقوها اوت اوف ديت. يعني هي مشكله لونج تيرم. سوري اسف سوري 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 عشان نكون امناء. يس اوكي عشان نكون امناء استنى هذا البحث احنا اللي سويناه انتم اللي سوينا وقتها الدكتور عبيد البواب كانت عمليه بحث علمي هي راحت لصندوق دعم البحث العلمي وبعدين استلموها الدكتور شاهين المومني وكان عندهم دكتور اروى اللي هلا هي هون هي اول حدا طلب هذا البحث. قال شوف لي والله يقطع عليك ورقات الاختراع تبعهم عليها القيمه ولا ما عليهاش القيمه. وبحثنا خف الله يعني كانوا قريب من 20 ورقه ما بعرف قديش بالضبط 20 بالزياده 20 بالناقص عدد كويس. طلعنا عليهم
لقينا في منهم إشي محرز، في أشياء حلوة والله. يعني لو إجانا إفصاح سري عن واحدة من البراءات قبل ما تتسجل أو قبل ما يصير أي شيء وقرأناها بنتحمس بنقول والله هذا ما في شغل حلو، ولكن لأنها أديرت بشكل غير سليم صار ما لهاش قيمة. يعني أنتم مكتبكم مبدئياً هو يساعد على الإدارة اللي هي إحنا تقالات عند شغل الصين السعوديين صحيح، وهذه واحدة من الأشياء اللي بنسويها عشان نساعد المخترعين والمؤسسات إنه يستفيدوا من شغلهم. بالنسبة للسكسس ستوري أي سكتر بدك؟ أي سكتر أي شيء إلي فقال هيك والله بس حب يعني أسيبني هيك شوية. بدنا نحكي عن قصة هلأ عم تتطور إحدى الجامعات الأردنية، مش هنقول أي جامعة، عندها دكتور موهوب مستقطبوه من أمريكا مخصوص عشان يعمل يطور شغله، يعني يطور توليفات جديدة حوالين أدوية معينة. والدكتور هذا عنده ربط بالصناعة وأمور الرئيسة، يعني بحث حلو الصراحة وتطبيق لطيف وعنده تاريخ بأنه هو بحث وأنتج أشياء. الشهر الماضي احنا من اولها بدينا بالشغل، صار في اقتراح لبحث لهذا الدكتور، وبدا البحث يتحرك ويمشي للامام، الجامعه استثمرت فيه لحالها. اجت شركه بريطانيه قالت شوفوا احنا بدنا نعطيكم ليش انا يمكن هيك 100 200 الف ونطور هذا المنتج مع بعض. حكوا معنا قالوا تعالوا بدنا نعمل بروكرج، ساعدونا يرضى عليكم، هذول ايش بدهم يعطونا مصاري علشان نشتغل احنا وياهم على مطور براءة اختراع. لما دخلنا احنا لقينا انه هاي مش مصلحة الجامعة ولا مصلحة اي حدا، الجامعة هاي مش ناقصها 70,000 ليرة، معها 70,000 عادي يعني مش المبلغ العملاق. فقلنا شوفوا خلينا نسوي اتفاقيات مرحلية، الاتفاقية الأولى احنا كجامعة والشركة هاي موجودة في بريطانيا وفي ألمانيا أظن نتعاون على هاي المرحلة، ولكن الجامعة هي اللي بتستثمر وهي اللي بتمتلك كل النتائج، وهاي الشركة بتعطي معرفة فنية شوي يعني بتساعدنا بأن احنا ماشيين بالطريق الصحيح، إذا احنا مش منتبهين لشيء ننتبه. هاي المرحلة تقريبا انتهت، نتج عنا براءة اختراع اللي احنا عم نشتغل عليها. الاتفاق بيقول إنه إذا المرحلة الأولى نجحت المرحلة الثانية هاي الشركة راح ترتب رأس مال بقيمة 500,000 دينار علشان توصل المنتج هذا للمرحلة اللي وراها عن طريق استقطاب شركاء جداد من الصناعة في بريطانيا. فلاحظ المثل هذا ايش بيقول، هو مش اكبر مثل لامع لكن هو هذا حي هلا عم نشتغل عليه. صار شراكة وبعدين كمان شراكة وبعدين كمان شراكة، ولسه بدنا كمان تنتين ثلاثة قبل ما ينزل على السوق. بس هاي اليوم صار قيمته نص مليون، ولسه مش برودكت، لسه يعني باتنت عم بنكتب. هلا لما نكتب هذا الباتنت باليوم اللي بنودعه بنفتح عداد 30 شهر. هال 30 شهر هذول اللي معنا نشتغل فيهم. اذا خلال ال 30 شهر اجى مصنع كبير قال لك والله انا بستلم وبسجل هون وهون وهون، هاي دخلنا بالبزنس. ما اجى حدا قال لك ما دخلتش، بكون استثمرنا 5,000 ليرة على براءة الاختراع، أقل تقريباً 4,000 دينار 3,500 دينار 4,000 دينار على براءة اختراع. والله أنا مستعد أشتري هاي التذكرة وأشوف إيش بيطلع معي. أوكي تمام. طب شكراً جزيلاً ويعطيكم ألف عافية. رئيس لجنة التأهيل والاعتماد في نقابة المهندسين المهندس أسعد عطلان
شخصيا استفدت كثير من المحاضرات اللي يعني من الساعه 11 لغايه الان، شيء كثير كثير جيد. بدي احكي كنت بتمنى هذا الحكي يكون عام للجميع، للعماره ولاصناف الهندسه المختلفه الاخرى. وزي ما تفضلت الباشمهندسه الموضوع بلش من 2007، بلش من 2007 اتحاد المهندسين العرب ودى نظام سماه نظام التاهيل الاعتماد الميمي. خليني احكي بلاش، احنا متاخرين كثير. اول نظام بلش للتاهيل الاعتماد المهني عالميا، وهو بمثابه سيرتيفيكيت بيعطي حق لممارسه المهنه الهندسه بالاختصاصات المختلفه، وخاصه ما له علاقه بالتصميم والسيفتي والصحه السلامه المهنيه للبشر والممتلكات. لانه ما بدات هذا الموضوع ما بدا الا بعد مصايب كوارث عالميه كبيره جدا في امريكا وكندا تحديدا. فامريكا بلشت قبل ما المهندس يمارس المهنه تبعته لازم يخضع لفتره تدريب وتهيئه لسوق العمل، ويتعرفوا على انه اجاد العمل تبعه، واخترعوا ما يسمى البي اي في ناشونال كاونسل الامريكي، اكبر مؤسسه تعطي سيرتيفيكيت ممارسه مهنه للهندسه في امريكا. وفي كندا بيسموه بي انج وما الى ذلك، بريطانيا نفس الشيء. بيخضع لامتحانات، بيخضع لفتره تدريب قبل ما يبلش في هذا الممارسه المهنه. انت مهندس منبر، عضو في نقابه مهندسين، لكن لازم تخضع لفتره تدريب او تشتغل 4 سنوات في مهنتك حتى تتقدم للمرتبه الاولى، وخبره معتمده، وتحصل على نقاط معينه. بعد هاي ال5 سنوات تستطيع تقدم لبي اي بروفيشنال انجينير اللي هي مهندس محترف، او بعد الوضع الحالي بعد 9 سنوات من التخرج. بعد المحترف ب10 سنوات تقدم للطب الاعلى، للمرتبه الاعلى وهي 10 سنوات. بعد المحترف اي بعد التوتال 19 سنه من انتساب النقابه. طبعا كل متطلب، كل مرتبه لها متطلبات ومترتب عليها مسؤوليات. بدناش يعني في عندنا في نظام ممارسه المهنه 19 مجال من مجالات ممارسه المهنه اللي يجب ان ينطبق على اي اختصاص من اختصاصات الهندسه. يعني انت شوف حالك باختصاصات مختلفه، يا بتشتغل تصميم، يا بتشتغل تنفيذ، يا بتشتغل اشراف، يا بتشتغل سايت انجينير، يا بتشتغل سيلز، يا بتشتغل دراسات هندسيه، دراسات اداره مشاريع. يعني انت راح تكون في احدى هالعناوين هاي. طبعا العناوين هاي فيها عنوان تايتل وفي سب تايتل لكل موضوع، مش بس نتكلم فيه. الخلاصه الان احنا في 2013 زي ما تفضلت الاخت بدانا بهذا النظام، وانا كنت وراء انه نعمل 8 امتحانات تجريبيه في 8 اختصاصات تشكل لها لجان من اكاديميين ومن خبراء ومن رؤساء اختصاص ومن كادر شركات هندسيه وقطاع خاص. فكانت تجربه رائعه جدا، تحمس مجلس النقابه كان بيطبق التعليمات هاي من بدايتها. لكن اشرنا عليكم انه في اصحاب القاب كبيره، في خبراء، في مهندسين راي، في اصحاب رؤساء اختصاص، في مكاتب شركات هندسيه، قطاع خاص، في يعني حافل الخبرات وما الى ذلك. بين المحاضرين اللي بلشت تطبيق النظام وقتها حكوا بيفتح مجال الانتقال لهذا النظام لاي مرتبه كانت وفق الخبره الزمنيه اللي بحققها اي مهندس الان موجود في السوق لمده 5 سنوات. اوريدي ال5 سنوات انتهت في 23/4 الشهر هذا. فودينا ذكر مجلس النقابه فحكوا خلوا الوضع على ما هو عليه مدعوم لغايه الان. لما يجي المجلس الجديد اللي هو شهر 4/5 مدعو الجميع اللي بيقدر ينتخب، اللي يروح ينتخب ويشارك في الانتخاب ويشارك في صنع القرار في انتخاب من يراه مناسبا في نقابه المهندسين. يعني مددوا هاي الفتره لما بعد المجلس الجديد، المجلس الجديد هو بيقرر انه يبدا بتطبيق نظام اوريدي. بصراحه النظام جاهز من 1/1/2017، النظام بدات في اليمن 24 ماده. النظام بيعطي قوه للنظام، بيعطي حق لديوان الخدمه الاداريه يصرف علاوات استثنائيه، بيعطي حق للمكاتب الشركات الهندسيه اللي طالبوا بعلاوات اللي بيحصل على المراتب. لغايه الان التعليمات مش ملزمه لاي حد انه يعطيك الحوافز الاضافيه اللي بتترتب عليها حملك للمرتبه هذه. بالتالي متطلبات حصول في الفتره الانتقاليه هاي للمرتبه الاولى اللي هي من بيتحقق فيه 4 سنوات لازم تجيب 70 نقطه، او اذا ما حصلت ال 70 نقطه من نقاط التاهيل اللي هي بين ايديك وكلها وزعتها عليك بالفولدرات بدك تجيب 50 نقطه تخضع لمقابله. لغايه الان رقم 3 مش خاضع، مش موجود امتحانات لغايه الان، ما اضطريناش انه يعني نخضع المهندسين لامتحانات لانه لغايه الان ما صار وقتها. المرتبه الثانيه
على مين النقاط اللي حصل عليها؟ حياتك المهنيه اللي مارس السوق اللي مارس العمل في وزاره في قطاع عام في مكتب هندسي او في بشكل خاص الا اشتغل في الا شارك في مؤتمر في ايام علميه في ورش الا له ابحاث الا له تقارير الا مشاركاتك هاي حياتك المهنيه هاي خبرتك العمليه في مجال الاختصاص هاي كلها تراكمات نقاط مهنيه راح تقراها وتطلع عليها يعني انا موجود يعني رقم تلفوني مع الجامعه وبترك كارتي هون اللي بده يستزيد اي فكره او يسال عن اي شيء في الابلكيشن الموجود بين ايديكم او التعليمات وشروط انا جاهز للاجابه على السؤال.